الرئيس السيسي يكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة. شكري يؤكد رفض مصر القاطع للوجود الإسرائيلي في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لواشنطن أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل تفكيك حركة حماس كسلطة عسكرية حاكمة لقطاع غزة. السيدات والسادة، نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي قدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، وكلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. وتضمنت تكليفات الرئيس السيسي أن تعمل الحكومة الجديدة بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود المشتركة السياسية. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع للوجود الإسرائيلي في معبر رفح الحدودي مع القطاع الحدودي مع قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد. فيما يتعلق بالتواجد العسكري الإسرائيلي في غزة، فبالتأكيد أنه ليس مرفوض من قبل مصر فقط، ولكن من قبل الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي. اتصال هذا التواجد بمعبر رفح، هناك موقف وسياسة مصرية واضحة برفض التواجد الإسرائيلي على معبر رفح. معبر رفح هو الاتصال الوحيد فيما بين الفلسطينيين والخارج، بقية المعابر الإسرائيلية مغلقة أمام الفلسطينيين، وحركة
الفلسطينيين لاحتياجهم للعلاج للتعليم دائما تقليديا كانت من خلال مصر، ويصعب أن يستمر المعبر في العمل دون وجود إدارة فلسطينية للمعبر على الجانب الفلسطيني، ومن الطبيعي أن يكون هذا مكون في أي حل يتم للأوضاع الحالية. أكد وزير الخارجية سامح شكري على حرص مصر وإسبانيا على دعم العلاقات الثنائية وتعميق أواصر الصداقة التي تجمع الشعبين، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي. كما أكد شكري على تطابق مواقف البلدين في العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية. وتيرة اللقاءات التي جمعت بين مصر وإسبانيا في الفترة الماضية، لقاءات فخامة الرئيس السيسي وفخامة دولة رئيس الوزراء سانشيز مرتين في القاهرة، وأيضا لقاءاتنا في القاهرة والآن في مدريد، هي دليل على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والتنسيق المستمر على أرضية راسخة من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والصداقة الحميمة التي تجمع بين الشعبين. دائما كنا ننظر إلى إسبانيا لما تمثله من داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات والاستعداد لاتخاذ مواقف على أسس من المبادئ، وهذا ما مثله الموقف التقليدي لإسبانيا إزاء قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، واللي تمثل حديثا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خلفية حرب في غزة وما أتت به من أضرار، ولكن أيضا التطلع إلى مستقبل فيه السلام، فيه حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه طلب وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية. وأشار ألباريس إلى مساهمة دور مصر البارز في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأيضا بدولة فلسطين المستقلة. أود أن أبرز دور مصر ودورك الشخصي منذ شهرين وأنتم تعملون بشكل حثيث على إعمال السلام وتطوير السلام في الشرق الأوسط، وأن يعود الجميع إلى ما كان عليه قبل الأزمة. هذا هو هدف إسبانيا، ونحن نصفق لكم لإنجازكم لمهمتكم إلى جانب قطر وبلدان أخرى في هذه اللحظة التي فيها مشكلة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط. إسبانيا ومصر لهما رؤية مشتركة، وهي التي تحدثنا عنها في هذا الصباح، وهي أي الرؤية أن نعمل سويا لأجل السلام. الآن من الضروري أن نوقف الحرب في غزة والعمليات العسكرية في رفح الآن. إن وجود وحضور معالي وزير الخارجية المصري معنا اليوم هو دعم لتطبيق حل الدولتين. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس على أهمية دعم العلاقات الثنائية الإسبانية المصرية، وأشار ألباريس إلى رغبة مصر وإسبانيا في تعزيز الشراكة بينهما في الملفات المشتركة، وعلى رأسها الملفات الإفريقية وملفات دول الاتحاد من أجل المتوسط. مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي بلد شريك متوسطي أوروبي، وهناك أيضا وساطة مع ليبيا وكذلك الاتحاد لأجل المتوسط، ومع السفير ناصر كامل هو مدير الاتحاد لأجل المتوسط ومقر الاتحاد في برشلونة، وكذلك تحدثنا عن
عن إفريقيا، عن السودان. مصر بلد جوهري في إفريقيا أيضا، ولكل هذه الأسباب فنحن نشكر دائما الحوارات مع شركائنا المصريين حول المتوسط وإفريقيا. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام أبو العلا، نائب تحرير مجلة أكتوبر. سيد حسام أبو العلا، كيف ترى أهمية التشاور بين مصر وإسبانيا فيما يخص مستجدات القضية الفلسطينية، خاصة مع دعم إسبانيا للقضية واعترافها بالدولة الفلسطينية مؤخرا؟ مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا اللقاء النهاردة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألبريست الحقيقة في منتهى الأهمية، لأنه يأتي في مرحلة شديدة الدقة، وخصوصا أن القضية الفلسطينية على أبواب يعني نقلة جديدة في موضوع المبادرة اللي طرحتها مصر وتلقفتها الإدارة الأمريكية، ثم تم بلورتها في الفترة الحالية لموضوع وقف إطلاق النار ثم تبادل أسرى وإعمار غزة. الحقيقة الحظ اللي صدرت النهاردة سواء عن وزير الخارجية الأسباني أو الوزير سامح شكري الحقيقة كلها بتؤكد على هذا الأمر. أولا وزير الخارجية الأسباني الحقيقة واضح جدا امتنانه للدور المصري وتقديره للدور المصري، وده بيعكس كثير من يعني قيمة الدور المصري في النظرة الغربية، وخصوصا لا يخفى على أحد أن كان هناك وجهة نظر يعني منحازة بشكل كبير جدا لإسرائيل في بداية الأزمة، لولا يعني تدخل رئيس عبد الفتاح السيسي وعقد القمة التي أقيمت، قمة السلامة التي أقيمت في العاصمة الإدارية، وبدأت كثير من الدول تتجه أنظارها إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. فبالتالي ما ذكره اليوم وزير الخارجية الأسباني عن انضمام سلوفينيا لبلاده وايرلندا والنرويج بالاعتراف بدوله فلسطين، ده كله يصب في صالح القضيه الفلسطينيه. ايضا ما اشار ليه الى الضغوط الاسرائيليه اللي على سلوفينيا لوقف الاعتراف، ده برضه بيعكس مؤشر لان الاعتراف بيمثل نوع من الضغط على اسرائيل، خصوصا اذا ما تم تصعيده في الهيئات الدوليه. الحقيقه طبعا اكد وزير الخارجيه المصري ايضا سامح شكري على كثير من النقاط المهمه مع الاتفاق وجهات النظر بين مصر واسبانيا في موضوع القضيه الفلسطينيه، واستمرار مصر رفض كل ما صدر عن الكيان الاسرائيلي في الفتره الاخيره، واصرار مصر على يعني حل القضيه الفلسطينيه والوصول الى مرحله السلام. احنا الحقيقه بذلنا مجهود منذ بدايه الازمه سواء دي على الصعيد الدبلوماسي عن طريق جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والخارجيه المصريه، وايضا دورنا في موضوع انتاج المساعدات ومصر بذلت مجهود كبير فيها. هي كلها النهارده الحقيقه صور الشخصي ان هذا المؤتمر هي رساله شديده اللهجه، ولا تصوري ان الاصداء الدوليه تهتم بالتصريحات اللي صدرت عن وزير الخارجيه الاسباني اللي اكد فيه على انه بحث مع الوزير شكري ايصال مساعدات الإنسانية الغزة والتوترات الأخيرة على الحدود في رفح. نعم. ده بيأكد أن إصرار أسبانيا أيضا اتفاق أسبانيا مع مصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان، هي كلها يعني نقاط مهمة جدا توقف أمامها دور الشخصي إدارة الإدارة الأمريكية وأيضا الجانب الإسرائيلي، لأنه يدرك أن المجتمع تغيرت وجهة نظره تماما بعد يعني دور مصر في يعني استمرار دعم القضية الفلسطينية من خلال التنسيق مع الشركاء الأوروبيين. جزيل الشكر السيد حسام أبو العلا، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، كنت معنا عبر الهاتف. تواصل مصر جهودها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وتعمل السلطات المصرية على دخول نحو 200 شاحنة مساعدات في المتوسط يوميا باتجاه معبر كرم أبو سالم، فضلا عن عدد من شاحنات المواد البترولية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يرفض دخول كل هذه الشاحنات، وهو ما يتسبب في إرجاع نسبة كبيرة منها، ما يعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معبر رفح البري أشرف مبارك، مراسل النيل للأخبار. أشرف، بعد التحية.
مشاهدينا الكرام، يمكن بيستمر معبر كرم أبو سالم في استقبال المساعدات الطبية والغذائية، وهناك متوسط عدد من الشحنات التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم يوميا نحو 200 شاحنة، لكن الأمر يتوقف في النهاية على ما يقوم به الجانب الإسرائيلي من استقبال هذه المساعدات، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي بإرجاع جزء كبير من هذه الشحنات مرة أخرى بعد دخولها عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. في هذه الصورة سوف نجد عدد من الشحنات التي تحمل الدقيق التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وأيضا بعض المنظمات الأممية الأخرى مثل الأونروا والمطبخ ومنظمة المطبخ العالمي، لكن هذه الشحنات يتم إدخالها يوميا ويقوم الجانب الإسرائيلي بإعادة جزء كبير منها، حيث يتلكى على بعض الأمور، منها أن هذه الشحنات يعني جاءت في أوقات بعد أوقات العمل الرسمية، أو أن هذه الشحنات ارتفاعاتها غير مناسبة، أو هناك ميول في بعض الشحنات، أو هناك بعض التظاهرات للمستوطنين بالقرب من معبر كرم أبو سالم، أو أيضا هناك بعض الاشتباكات العنيفة في منطقة رفح وما يمنع من دخول هذه المساعدات. يمكن بنتحدث حتى هذه اللحظة عن تنسيق مصري على وأيضا جهود دبلوماسية كبيرة لإعادة فتح أيضا معبر رفح من جديد بعد احتلال الجانب الإسرائيلي للبوابة الفلسطينية من معبر رفح، وتؤكد مصر على أن هذا المعبر سوف يعمل بشكل مصر فلسطين و ضرورة انسحاب الجانب الإسرائيلي من البوابة الفلسطينية من معبر رفح. هناك أيضا تشديد من الدولة المصرية على زيادة معدل هذه الشاحنات يوميا من 200 شاحنة إلى 350 شاحنة، بحيث يتم المساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي عاشها قطاع غزة على مدار الفترة الماضية، خاصة بعد إعلان يعني المكتب الحكومي في قطاع غزة عن توقف نحو 98% من المخابز في القطاع. هناك أيضا جهود أيضا مدنية تقوم بها الدولة المصرية على مدار اليوم لإدخال عدد من شاحنات السولار والغاز غاز الطبيعي ليعني حل. رئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس، هذا وقد قام السيد الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. كما تضمنت تكليفات السيد الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. هذا وقد كلف السيد الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. تابعنا مع حضراتكم سادتي وسادتي تقرير حول استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتقديم استقالة الحكومة، وتوصية فخامة الرئيس بأن تعمل هذه الحكومة على تسيير الأعمال المكلفة بها، وأيضا الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. هذا ما جاء خلال اللقاء بين فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأيضا تضمنت تكليفات فخامة الرئيس أن تعمل الحكومة الجديدة بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة أولويات هذه الحكومة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود المشاركة السياسية. أيضا من ضمن الملفات الأمن والاستقرار، مكافحة الإرهاب، وأيضا على رأس قائمة الأولويات يأتي مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تحدث عنه فخامة الرئيس مع دولة رئيس مجلس الوزراء. أيضا تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة
والسلام المجتمعي. نواصل سيداتي وسادتي تقديم نشرة الأخبار. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن ما يجري في غزة يؤثر على الاستقرار في المنطقة ككل، على ضرورة أيضا الانخراط في أعمال سياسية جدية تقضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني بشر القصونة أنه لا بديل عن حل الدولتين لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام، لافتا إلى جهود المملكة الأردنية الهاشمية وجلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الأردني مع نظيره الفلسطيني على هامش اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في دورتها السابعة. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل تفكيك حركة حماس كسلطة عسكرية حاكمة لقطاع غزة. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إن مسؤولية الموافقة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يقع على عاتق حماس. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بلينكن مع كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس. أشاد بلينكن بالموقف الإسرائيلي لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يعيد الهدوء إلى الحدود مع لبنان، ما يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على قطاع غزة لليوم 41 بعد 200، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس ورفح وسط وجنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيا على الأقل وعشرات المصابين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. سلسلة غارات جديدة وأصوات قسم لا تهدأ ونيران لا تنطفئ ونزيف دم لا يتوقف، فمع استمرار وحشية الاحتلال الإسرائيلي دون رادع إنساني أو قانوني لم يعد هناك جديد سوى حصيلة الشهداء ومصابين لا نهاية لها. في اليوم 41 بعد 200 يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلفا وراءه عشرات الشهداء والمصابين، كان النصيب الأكبر منها وسط وجنوب القطاع، أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيا على الأقل وعشرات المصابين وفق مصادر طبية في غزة. الصحة الفلسطينية في القطاع أعلنت أن الاحتلال ارتكب مجزرتين بحق عائلتي البريم وأبو خاطر بعد قصف منزليهما شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء بينهم أطفال. كما واصلت آليات الاحتلال المتمركزة بالقرب من السياج الأمني في المناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، واصلت إطلاق مدفعيتها بشكل عشوائي تجاه سكان تلك الأحياء. غارات وقصف إسرائيلي آخر استهدف منطقة الزبيدة ومدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع، أسفرت عن سقوط 60 شهيدا على الأقل في يوم واحد، في حين استهدف قصف إسرائيلي شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة خلف 4 شهداء آخرين بحسب الصحة الفلسطينية. أما جبليا لا تزال تضمد جراحها بعد 21 يوما من العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، ويواصل رجال الدفاع المدني في البحث وسط الركام، وقاموا بانتشال جثامين 70 شهيدا في حين لا يزال العشرات تحت الأنقاض، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر
منذ نحو 8 أشهر إلى أكثر من 36,439 شهيدا و 82,627 جريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن التهجير القسري دفع أكثر من 1,000,000 شخص للفرار من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت الوكالة الأممية مجددا أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وأن الأزمة الإنسانية هناك تزداد تعقيدا بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع. وأشارت إلى أن كل مركز إيواء به أكثر من 16,000 شخص طبقا للتقارير، وهذا يخلق ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها الأونروا كتوزيع ما تبقى من المواد الغذائية في المستودعات، علما بأنها آخذة في النفاد. ولم تسلم الحيوانات أيضا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تم تهجيرها من حديقة حيوان رفح إلى ما وصفته سلطات الاحتلال بالمناطق الأمنة. وتعاني الحيوانات من ظروف صعبة بسبب نقص الغذاء والأدوية في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع. يبدو أن الحرب على غزة لم ينجو منها حجر أو بشر، حتى الحيوانات هجرت في أعقاب الهجوم العنيف لقوات الاحتلال على غزة. يومان فقط كانت المهلة الممنوحة من قبل قوات الاحتلال للعاملين في حديقة حيوان رفح لإجلاء الحيوانات إلى مناطق آمنة. عدد كبير من الحيوانات تم نقلها، إلى أن 3 أسود مسنة بالإضافة لعدد من القطط وكلاب الحراسة والسلاحف بقيت في الحديقة، حسب ما قال فتحي جمعة صاحب حديقة الحيوان. بلغونا عن طريق المناشير اللي رمتها الطيارات انه احنا لازم نخلي المكان، فاخلينا المكان، فكان معانا يومين، ويومين مش كفاية انه احنا نجلي الحيوانات او نطلع الحيوانات الموجودة في الحديقة، فدهمنا الوقت واضطرينا نشرد لانه صار في وجود خطر، فسبنا باقي الحيوانات في الحديقة، وهذه الحيوانات طبعا حتموت يعني خلال اقصى شيء اسبوع 10 أيام إذا ما حدش راح حط لها أكل أو ما فيش مؤسسة أو ناس مهتمين إنهم يجيبوا الحيوانات للمكان اللي احنا موجودين فيه، طبعا حتموت لأنه الحيوانات بدون أكل وبدون شرب. العاملون تمكنوا من إخراج بعض الحيوانات من رفح، حيث تم إجلاؤها إلى مزرعة أبقار في خان يونس، لكنها تعاني من ظروف صعبة بسبب نقص الغذاء. وقال سامر جمعة أحد العاملين في حديقة الحيوان برفح: وضعهم مأساوي جدا، حتى من ناحية الأكل بنطعميهم الموجود، يعني المعلبات تاعت المساعدات، علب حمص، علب فول، علب اللانش تبعت المرتديلا، من المتوفر يعني إيش بتوفر بنطعميهم، وحالتهم سيئة جدا، حتى الحالة النفسية عندهم تعبانة. كانت المساعدات قد انقطعت إلى حد كبير عن جنوب غزة منذ أن شنت إسرائيل ما وصفته بالتوغل المحدود في رفح. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية. دكتور رفيق، كيف ترى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول مسؤولية الموافقة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأنه يقع على عاتق حماس؟ أعتقد أنه هذا كلام مش دقيق بالبرة. اولا ليقنع الكابينت الاسرائيلي بقبول هذا المقترح مثلا، اذا كان هذا المقترح اسرائيلي فكيف يعني يطلب بايدن من الجمهور الاسرائيلي ان يساعده في الضغط على نتنياهو، وكيف عمليا بايدن يطلب من نتنياهو ان يتغلب على المعارضه في حكومته؟ لا يعني مساله انه حماس هي الطرف المتعنت هذا كلام ليس صحيحا. ممكن جدا يكون حماس مش منسجمه في قرارات معينه ما بين الداخل والخارج، ممكن يكون هناك خلافات في وجهه نظر، ممكن زي اي بشر، لكن اللي متعنت واللي بيتهرب واللي بيلقي اللوم على الوسطاء هو اسرائيل، ويعني اللي بيعوق هذا الاتفاق هو اسرائيل. اسرائيل اعلنت وتعلن وما زالت تعلن انها تريد ان تحقيق الاهداف المعلنه، وهي تدمير قدرات حماس والافراج عن الرهائن
ومتابعة وملاحقة الحرب ثم الذهاب إلى التفاوض. لهذا السبب ما يقول بلينكين أعتقد أنه مش دقيق ومش صحيح وقلب الحقائق. وحتى الكبريت الآن لحد اللحظة لم يقل كلاما واضحا حول يعني دكتور أحمد. يرى بعض المحللين أنه بهذا التصريح يتم إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها لاتخاذ قرار بوقف إطلاق النار والتوقف عن الانتهاكات الإنسانية وقتل المدنيين في غزة أيضا. تماما هذا صحيح، انه كانه اسرائيل هي التي تقبل هذا المقترح وكانه هي يعني محبه للسلام وانها ترغب بوقف اطلاق النار، وهذا ليس صحيحا. ولذلك يعني تماما اتفق مع هذا الكلام، وبلينكين عمليا يقرب الحقائق ويجعل الكره في ضرب حماس. اكثر من ذلك الكل يعلم انه الان حماس يعني هي ايضا تشعر بازمه كبيره، يعني حماس ايضا في ازمه كبيره امام جمهورها، امام اهداف الحرب، امام كثير من الامور. وبالتالي حماس ايضا ترغب بوقف اطلاق النار على فكره، وترغب ايضا بالتسويه. نعم. لكن واضح انه اسرائيل لا تريد ذلك، اسرائيل هذه الحكومات تريد الاستمرار في حرب هذه الحرب، لان هذه الحرب تعطيها الكثير، ليس فقط الوقت وانما تعطيها الفضل كامل لتحقيق كل اهدافها. نعم، جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، كنت معنا من رام الله عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث. تابعوا قناة نيل الأخبار SD و HD على التردد 11843 معامل الترميز 27500. قناة نيل الأخبار، الأقرب إلي. أهلا بكم من جديد، وقفة مع أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الحكم. شكرا لك جورج، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: صرف 7 مليارات جنيه ل478 شركة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورية لرد الأعباء التصديرية. أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية، وأشارت الوزارة إلى أن تلك الشريحة شملت نحو 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه. قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة إن تنوع الاقتصاد المصري والأنظمة الاستثمارية نجح في حماية الاقتصاد المصري من مخاطر الاقتصاد العالمية. وأضاف هيبة أن الاقتصاد المصري كان ضمن الاقتصادات القليلة جدا التي نجحت في تحقيق معدل النمو أثناء جائحة كورونا، واستمر هذا النمو رغم الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهاء الغنام كيفية التعاون من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي. يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي والبحوث التطبيقية وتفعيل أواصر التعاون بين المراكز البحثية والمشروعات القومية.
شدد وزير الإسكان عاصم الجزارة على ضرورة الاهتمام بالبرامج التنفيذية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومراعاة الجودة في التنفيذ، ووجه الوزير بتنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة 15 مايو بالتزامن مع تنفيذ العمارات والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولا بأول، والتي تتم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها لتسليم الوحدات لمستحقيها وهي جاهزة المرافق والخدمات. في أسواق النفط العالمية هبطت الأسعار، بينما يقيم المستثمرون تحرك تحالف أوبك بلس لتمديد انخفاض كبير في إنتاج النفط حتى عام 2025، وانخفضت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 2% لتصل إلى 89 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي 1% لتصل إلى 76.9 دولارا. في أسواق النقد الأجنبي استقر الدولار مع رهائن المتعاملين على أن استقرار التضخم في الولايات المتحدة سيشجع البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.04% ليصل إلى 1.2 دولارا، بينما سجل اليورو في أحدث التعاملات 1.8 دولارا، بينما انخفض الين الياباني إلى 157.4 دولارا مقابل الدولار. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزميل جورج رشاد. إليك جورج. شكرا محمد عبد الحكم، ونواصل سيداتي وسادتي تقديم نشرة الأخبار. فنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث. ويعد معرض ومؤتمر صحة إفريقيا فرصة ذهبية لاستعراض إمكانات مصر في مجالات الرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز ريادتها وتنافسيتها عالميا. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الطبي الإفريقي صحة إفريقيا أفريكا هيلث إكسون المنعقد بالقاهرة تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، والذي بدأ بعرض فيلم قصير عما تحقق في النسختين السابقتين. خلال الجلسة الافتتاحية أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لواء دكتور بهاء الدين زيدان مقارنة بالأرقام عما تم إنجازه في توطين الصناعات الطبية ومشتقات الدم. في نسب كنا أساسا بنعتمد على الاستيراد بنسبة 100%، بدأنا نحقق الحمد لله إنجاز في التوطين ونعتمد عليها، زي استيراد صور الدم وصلنا دلوقتي 20%، كواشف السريعة لفيروسات المخدرات وصلنا 25%، البيولوجية 40%، كواشف مزرعه الدم 50%. توطين صناعة الأجهزة الطبية سواء طرابزات عمليات، أجهزة التعقيم المركزي، الآلات الجراحية، وحدات الأسنان، كراسي الغسيل الكلوي، الأسرة والأساس الطبي. دي نسب بتاع السنة اللي فاتت ودي نسب السنة دي، والحمد لله تم تغطية كافة احتياجات الجهات من خلال إجراء عمليات تصنيعية على البلازما المجمعة من السوق المصري. مدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والعدوى دكتور جان كاسيا أعلن عن إقامة النسخة التالية في المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ليكون فعالية سنوية. صار الآن لدينا منصة لتحديد وإنتاج وعرض كافة المنتجات والمستلزمات الطبية التي ستنتجها أفريقيا بدءا من مصر من هنا. لذا يسرني أن أعلن لكم جميعا أننا بالأمس أنا واللواء بهاء اتفقنا على أننا بدءا من اليوم فإن النسخة التالية من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي سيتم استضافتها في المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض، وسيكون فعالية سنوية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد كذلك الجلسة الحوارية الأولى التي عقدها المؤتمر حول توطين صناعة مستحضرات الرعاية الصحية في القارة الإفريقية.
الدكتور مدبولي شهد أيضا افتتاح المعرض المقام على هامش أعمال المؤتمر الطبي الإفريقي، والذي يعد فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية وتبادل الخبرات بشأنها. إيمان التوني، النيل للأخبار. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأمن السبراني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي للدول وأمن المجتمعات أيضا والأفراد والكيانات الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السبراني الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة. قال أبو الغيط إن الحروب السبرانية صارت رقما قائما وسلاحا منوها، إلى أن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالجامعة العربية ركزت على وضع رؤية عربية وإطلاق مسار تعاون في موضوع الأمن السبراني. بانوراما النيل ما زالت مستمرة وفيها نتابع بعد الفاصل. بهدف رفع الوعي البيئي والصحي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تنظم معرضا بعنوان صحتهم مستقبلهم. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل للأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي. قناة النيل الأخبار. نواصل سيداتي وسادتي تقديم نشرة الأخبار. نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي معرض أنشطة برنامج صحتهم مستقبلهم. تهدف أنشطة البرنامج إلى رفع الوعي البيئي والصحي لدى الطلاب، وتشارك في فعاليات المعرض 150 مدرسة. نتابع. بمشاركة 150 مدرسة على مستوى الفيوم، نظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف معرض برنامج صحتهم مستقبلهم. فعاليات متعددة ضمها المعرض تنوعت ما بين ورشة عمل للتربية الفنية وورش لتوظيف الألعاب الترفيهية في تعلم أساسيات ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب ورش لتعليم الطلاب أساسيات السباكة. بنشتغل في 150 مدرسة على 6 محاور. المحور الأولاني ترشيد استهلاك المية، المحور الثاني الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، المحور الثالث التغذية الصحية السليمة، المحور الرابع النظافة العامة، المحور الخامس النظافة الشخصية أو غسيل الأسنان، المحور السادس التغيرات المناخية. دي 6 رسائل اللي احنا بنشتغل عليهم بالتعاون مع التربية والتعليم. المدارس المشاركة في المعرض نظمت بعض العروض المسرحية عن أساسيات الحفاظ على الصحة والتغذية السليمة والتغيرات المناخية، بما يؤدي إلى نشر الوعي البيئي والمائي والصحي لدى تلاميذ المدارس. تنمية العقول في المدارس لأولادنا وأطفالنا من خلال أنشطة مختلفة وعروض مسرحية ومن خلال ألعاب. الحاجات دي طبعا
الأولاد بيحبوها. مشروع صحتهم مستقبلهم يستهدف بأنشطته 177 ألف طالب وطالبة داخل 150 مدرسة بالإدارات التعليمية داخل الفيوم لخلق جيل واع لديه المهارات والسلوكيات الصحيحة. عشان نعمل نموذج النظافة الشخصية كان عبارة عن ان احنا كنا في المنزل احد صديقتنا كانت بتشارك ادواتها مع اختها، فاحنا لما شاركنا في المبادرة عرفناها ان النظافة الشخصية ادواتنا الشخصية ما بنشاركهاش مع حد. ما سيبش الحنفية مفتوحة وامشي، استخدم مية هادئة ما افتحش الحنفية السمور على جامد قوي. النموذج بتاع النظافة الشخصية ده هو بيعلمنا ازاي ان احنا نقدر نحافظ على نظافتنا الشخصية، والنظافة الشخصية دي ما ينفعش الادوات بتاعت النظافة الشخصية دي اي حد يستخدمها، لا بتكون حاجة ذاتية وبتكون للشخص بس. المعرض وانشطته المختلفة والفعاليات التي جرت في اطاره كلها تعمل على تنشئة جيل قادر على الحفاظ على موارد الوطن وعدم الإضرار ببنيته التحتية من خلال ترسيخ مفهوم الترشيد والحكمة في استخدام الموارد. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. ختام بانوراما النيل، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة. شكري يؤكد رفض مصر القاطع للوجود الإسرائيلي في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لواشنطن أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل تفكيك حركة حماس كسلطة عسكرية حاكمة لقطاع غزة. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. السيدة والسادة، قدمنا لحضراتكم بانوراما النيل من قناة النيل الأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء.